هذه القصة البسيطة يمكن أنا أول مرة أشاركها معاكم هنا في اليوتيوب، ويمكن ناس قليلين اللي يعرفون عني هذه المعلومة. تقريبا على نهاية المتوسط بداية الثانوي قربت حظي، خلينا أقول، في نادي الاتحاد عندنا. طبعا أنا أصلا قبلها متعود على أجواء النوادي والأشياء هذه، فخلاص حط الموضوع في بالي. وأعتقد مواليد التسعينات بالذات قبل بعد بحاجة بسيطة، يمكن اغلب الهاجس او اكثر شيء كان مشغلنا في هذيك الفتره اللي هو موضوع الكوره. ما كان في زي الوضع الان اونلاين والسوشيال ميديا والاشياء واللخبطه هذه كلها. فشيء جميل لما تشوف اصحابك والدفعات اللي معاك اللي ربي يوفقه ومشيت اموره. بس للاسف انا من الناس اللي ما مشيت اموري بسبب بعض الظروف الخاصه والعائليه. فمن بعدها يعني الموضوع لا تحسبه أثر علي مرة بشكل كبير، أثر في هذيك الفترة، بس خلاص من بعد صرت متصالح مع نفسي، صرت أتقبل أي شيء ربي كاتبه على قولتهم. بس في نفس الوقت ما بكذب إنه دائما بيجيني الموضوع هذا وبتابع وبشوف الشباب إيش اللي صار معهم، إيش الأشياء اللي صارت. وفي نفس الوقت طلعت لي لعبة NBA بنفس الفكرة تقريبا، إنك أنت تكون طالب في مدرسة وعندك أبو وأم. هذا تقريبا الكلام على 2016. كنت دائما حتى أسوي لها بث في تويتش مع الشباب، وتخيل أنه أبوك وأمك هذولا دائما هم اللي طبعا حيكونوا أول ناس حيوجهوك على أفضل مدرسة، أو إذا كان الموضوع أصلا كله بيضايقهم. فكان شيء مرة متعوب في جزء 2016، وكان عندك أخت وكان عندك واحد من أصحابك بيحاول يستغل الشهرة اللي أنت تكون معاك. بعد كده تروح على الجامعة، طبعا الجامعات يجوك بسبب مستواك، بعدين تطلع من الجامعة تروح على أحد الأندية الكبيرة وتبدأ تعيش بعد كده حياتك كلاعب محترف. فالأجواء هذه حمستني لأنه كان ممكن ان انا اعيشها في الحياة الواقعية، بس حاليا قاعد اعيشها داخل لعبة NBA. وهذا للامانة احد الاسباب اللي تخليني اتعلم السلة واعشق اللعبة دي اكثر واكثر، بس بسبب طور القصة اللي موجود فيها واللي رجع مع جزء 2020. هي واحدة غلط فيها. يلا سريع 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 سريع, سريع. اعتقد بالازرار. اوكي معلش، زي ما انتم شايفين كنت قاعد اتمرن، هذا جزء بسيط من اللي انا قاعد اسويه في لعبه NBA 2K. ولو ان عندي لاعب اقوى من كذا، بس قلت لا اسوي لي كمان لاعب ثاني. خلينا اوريكم دحين عالم اللعبه بشكل عام بشكل سريع كذا. طبعا هذا اللي هو النيبر هود، او خلينا نقول هذا الحاره. قدامنا هنا حتلاحظون في محل اللي هو حق تشتري دراجات وما دراجات والحركات هذه. عند السكيت بورد والله غالين صح، 75,000 قيمة الواحد، ولسه على الباقي الأشياء تقدر تفكها. في عندنا دراجة هنا، دراجة عاد أغلى وأغلى، شوفوها بكم، 110,000 و100,000، وفي القطع اللي تقدر تلونها وتزبطها براحتك. فالله يرزقنا، يبغانا نظبط. حتى بشخصية الثانية يعني ما راح اقدر اجيبها بسهولة، يبغالي العب لسه كثير. هنا في عندنا اللي هو الحلاق. احلى شيء في الجزء ده انه تقدر تغير حلاقتك ببلاش، ما راح تدفع ولا ريال. طبعا انا حاط القصة هذه، وتقدر تسوي لها كستمايز طبعا من ناحية طول الشعر والاشياء هذه. وفي طبعا الدقن، الالوان تقريبا هذه الاشياء اللي فيه. وفي مكان هنا صراحه جميل، تقدر تلعب العاب زي اليا نصيب او بالحظ. في واحده بالحظ وفي واحده اللي هي تقعد تلعب بنفسك. اعتقد مره واحده تلعب بس وانتظار واحد. خلينا نشوف. والله من فين طلعونا ذولا. طبعا محل فيه العاب الاركيد والاشياء ذي والحركات. طبعا جيتوريد اللي هو العصير مره مفيد في اللعبه، لانه بكل بساطة يخليك لما تتعب يعطيك زي البوست لياقة زيادة. فحنشوف، انا اضغط اي شيء عاد ونشوف ايش بيطلع لنا. فلوس 750 في سي. اوكي يعطيكم العافية. بعد كده بعد 13 ساعة تقدر تجي، لو تلاحظون طلع لي كم، 13 ساعة تقدر تجي. طبعا احنا الزحمة كلها على هذه، يبغون يلعبوا. نشوف لو اقدر العب بعده. يا حمار ضيعت كل الكور. ما ادري هذه اللعبة ايش فايدتها للامانة، غير ان تحاول تحافظ على الستريك حقك. بس مو محطين اشياء كثير ترى، ما ادري ليش. حتى الالعاب مي شغالة. هنا محل فريقنا،
ادخل اتمرن معاهم لان موقع معاهم عقد. هنا محل ملابس حق اللي هو الاندر اللي هو النيبرهود يعني زي ما انتم ملاحظين. عشان كده انا قاعد العب البطوله على اساس انه اختصر الموضوع ده، بدل ما اشتري اخذها ببلاش. طبعا مشتري انا جزم وكل شيء، وطبعا حاطين ماركات ما شاء الله محترمه الصراحه. يعني خلني اوريكم مثلا اديداس زي كذا، لو عجبك شيء تقدر تسوي تراي اون وتشوف شكله كيف على الطبيعه. بس طبعا انا ما راح اشتري شيء. طيب هذا محل الجزم. اوه في محل هنا دقيقه عدينا اللي هو محل التاتو اللي هو الوشم. الاوشمه مره غاليه يا جماعه الخير. هنا هذه الاوشمه طبعا زي ما انتم شايفين 9000. هذه تبدا تقريبا من 2000 و3000 وانت طالع. اسعارها طالع نازل بس والله في اشياء رخصوها يعني شيء طيب. طبعا اللعبه حتتغير على كلامهم على الجيل الجديد، مره ما حتكون زي كذا، حتكون مره شيء مختلف مجنون اكثر من كذا. انا ماني من محبين الاونلاين للأمان عشان اكون معاكم صريح. انا محبين طور القصه اكثر شيء، ومو مشكله نلعب الاونلاين. بوريكم جيم دحين. طبعا هذه الملاعب زي ما انتم ملاحظين، لو كان معك سكوات روح على كلمة سكوات، بس انا حاليا بدخل لحالي ننتظر حد يجون معانا. طبعا هذا السوشيال ميديا حقتي، اخبار الليغا هنا تحصلها. هذه ايش؟ اوه شوف كيف استقبلوني مجلة. وهذا ايش كمان؟ نفسها. وهذا السوشيال ميديا بشكل عام. طبعا قبل ان نكمل ابى اوريكم شيء وصلنا ما شاء الله تبارك الله. شكرا صراحه جماعه 2K. انا حفكه ما حياخذ مننا وقت لانه صراحه اشياء جدا بسيطه. في البدايه طبعا في اللي هي رساله زي ما انتم ملاحظين، هذه الرساله اللي منهم يعني نشوفك في الشاطئ ان شاء الله. صراحة انا من محبين ترى اغاني الراب والهيب هوب والاشياء ذي، اللي متابعين يمكن على السناب وعلى ذي الاشياء بيعرف. واعتقد انتم شايفين دحين انا ايش قاعد احاول اطلع الاسطورة الراحل كوبي براينت. عشان كذا انا قاعد احاول في اللعبة حاليا اني انضم مع فريق الليكرز. طبعا بالنسبة للنظارة اكيد انتم ملاحظين عالم اللعبة كله معتمد على الازياء والملابس والحركات هذه. طبعا اللي يبغى الماركه هذه يبغى ياخذ منهم بعدين ولا قور. طبعا مثل اللي هو النظاره. طبعا انا اصلا نظاراتي اللي انا استخدمها شخصيه نفس الستايل هذا. هنا كيف رهيب، حتى النظاره الشمسيه عندي نفس الستايل. لما تيجي تلبسها تعرف انه ممتاز عليك من الانف، لان انا اعرف في شباب كثير ما يعرف يختارون النظارات، اختارها من الانف. لما تكون ماسك على الانف كويس اعرف انه هذه النظاره تكون ممتازه لك. هنا السر يعني، هذا اعتبره الوسط زي الوسط اللي هنا، الوسط هنا يكون في الانف. اتمنى وضحت الفكره. اخر شيء معانا حاليا اللي هو السماعه، وانت عارفين يعني الاغاني تعتبر جزء كبير في لعبه ام بي اي اللي هي الباور بيتس برو. ول 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 ول. اول مره ترى اصلا في شيء جوه ترى. اوه اوه نايس. شوف طبعا هذه اللي انتم شايفينها دحين اللي هي سلك شاحن نفس الايفون مع اللي هو اللي تنحط داخل الاذن الجلده. هذه يمين واليسار. طبعا هذه اغلى شيء موجوده حاليا في اللعبه. شوفوا كيف، ان شاء الله ما يجينا كوبي رايت بس على الموسيقى. شوف السفينة والحركات. طبعا هنا في هذه اللقطة زي ما انتم ملاحظين في سنة 1997 في مقابلة مع الشخص هذا اللي هو يصير ابو الشخصية اللي انت
تلعب فيها. طبعا هو انهزم فبالتالي صار هذا زي الحمل الثقيل على الشخصية اللي انت مكونها أو مسويها، لأنه أصلا شخصيته كان في البداية كان لاعب كرة قدم ومن المفترض أنه يكمل في كرة قدم بس حول على السلة، فبالتالي صار كل شوية الناس يضغطوا عليك من هذه الناحية أنه زي ما أبوك كان كويس لازم أنت تكون كويس، فهذا نوعا ما مسبب عليك ضغط أو مسبب ضغط على شخصيتك أنه لازم يكون مستوى مرة ممتاز. هذه شخصيتي يشبهني. شوفوا مين اللي ورا، انا ما اعرف اسم الممثل صراحه بس فاكره من فيلم بلود دايمون، من افضل الافلام عندي مع ليوناردو كابريو. بس قولوا لي من جد يشبهني. طبعا هذا سويت اللي هو الفيس سكان، باين انه خدوده كبيره ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف قصات الشعر، ما ادري ما حصل شيء صاحي، حطيت هذه. طبعا هذا اول جيم تقريبا انا لعبته، بدعت فيه الامور طيبة، وبعدها تعرفت على الشخص اللي انتو حتشوفونه قدامكم. طبعا واضح انه في مشكلة بينه وبين المدرب الاساسي، بس هذا حيكون له علاقة في القصة، حطوه في البال. في الجيم هذا الامور كانت كلها ماشية تمام الى نهايته، تقريبا فجأة جات للاعبي اصابة. طبعا هذه الاصابة حتغير من مجرى القصة بشكل كبير على حسب قراراتك، خلينا نقول او اختياراتك. في هذا الجيم حسسوني كذا ودك تلعب ومصاب والفريق حقك مهزوم، ودك انك تساعدهم وتنزل معاهم وتشوف اصحابك كيف متدمرين ومتحطمين، وهنا اعطوني الخيار يا انه انت تدخل وتلعب هذا الجيم وتتحامل على اصابتك وممكن تزيد، يا انه حتقعد وتتفرج عليهم. طبعا هذا الموضوع حيأثر في الجيم او في المباراة اللي بعده، واللي هي تعتبر من اهم المباريات الفاصلة في البطولة. قلت له العب بالاصابه، العب بالاصابه، سوي زي الاساطير. ورا عجبتني الحركه، نفوز اليوم يعني نفوز، نفوز يعني نفوز. بس للأسف الجيم انتهى وأنا مهزوم برضو في هذا الجيم، يعني اضطريت أني ألعب الجيم اللي بعده وأنا مصاب. طبعا المباراة اللي بعدها كانت جدا شرسة، لأنه ضد واحد من أهم اللاعبين في البطولة باسم كوبي. طبعا هذا كوبي لعيب واضح أنه يعرف شخصيتك من أول، وبينهم خلنا نقول تنافس، وأكيد بسبب الإصابة اللي فيها فريقهم فاز علينا، وكل الأعين وكل التركيز طبعا من الجامعات ومن الأندية أغلبها على كوبي. بعدها أعطوني خيار ما بين أنك تختار الشخص اللي قريب منك أنه هو اللي يكون مدير أعمالك، أو أنك تختار شركة متخصصة في إدارة الأعمال. طبعا أنا اخترت الشركة المتخصصة في إدارة الأعمال لسبب واحد بسيط جدا، زي ما أنتم ملاحظين الفلوس اللي حاخدها حتكون أسرع من الشركات، خصوصا لما تكون نتكلم عن اتفاقيات، بينما الشخص القريب مني حيكون شوية الموضوع ياخذ وقت إلى ما يوصل لاتفاقيات بمبالغ كويسة. الفانز حيكونوا أكثر، خصوصا لما تلعب أنت أوفلاين أو طور القصة، بعكس لما يكون هذا القريب منك هو اللي ماسك إدارة أعمالك، لأنه هذا حيجيب لك الفانز بس بيكون من الأونلاين، أو لما تلعب مع لاعبين الأونلاين في البلاي جراوند. الكيمستري أو علاقتك مع فريقك بتكون طبعا للأسف عشان أنت مع مثلا الشركة المتخصصة في إدارة الأعمال حتكون بسرعة تدهور، بس عادي يعني انها تزيد، بعكس انه لما تكون انت مع القريب هذا عزيز عليك بينمي انك انت تتعامل، فبالتالي بسرعة علاقتك مع فريقك تتحسن، وخصوصا وقت المباريات هذه تأثر، لانك بتلاحظ على كل تسديدة بتجيبها صح بيرتفع، فبالتالي تحاول توصل لافضل لاعب في المباراة بشكل اسرع. فهذا هو التريك او الخدعة. طبعا الفانز مفيدين، زي ما انتم ملاحظين في شركات تحت عندنا نايك، اديداس، جوردن، كيا الى اخره. اللي على اليمين هذا وقت ما توقع مع شركة، واللي على اليسار هذا وقت ما توقع مع قريبك، فانت تختار واحدة من العقدين هذا. طبعا انا اخترت اللي على اليمين لانه بقعد العب طور القصة فقط، فقلت خليني العب باللي على اليمين لانه هو اكثر طور حقعد العب فيه. بعدها صار شيء صراحة صدمني، حتلاحظون قدامكم انه قاعدين نسوي اختبارات بدنية معينة، بناء على هذه الاختبارات حتختارك تخيلوا الاندية. وبعدها لعبت تحدي مع لاعبين محترفين، بالأمانة جلدونا جلد، وهذا الشيء أثر على سمعتنا طبعا من ناحية الدرافت. الدرافت زي ما انتم ملاحظين حتجيك الأندية، تختار انت النادي اللي ودك انت تنقل له، وبعد ما اخترت النادي اللي ودي انقل له كان الموضوع شوية صعب للأمانة، لأنه
صار ترتيبي الثاني في اختيارنا للنادي اللي أنا اخترته واللي أنا حاليا قاعد أطمح وحاول إني أوصل لفريق الليكرز.